صباح الخير جميعا. اليوم 25 من شهر 1 2013، وطبعا اليوم راح نقدم التحليل الصباحي المقدم من شركة وينزر. بداية طبعا نظرة على جدول البيانات الاقتصادية ونشوف الأخبار المهمة لليوم. وبداية في كان صدر عنا قبل تقريبا 10 دقائق مؤشر ايفو لبيئة الأعمال الألمانية، والقراءة كانت 104.2 من أصل 103.1 التوقعات. أكيد كانت أفضل من التوقعات وأفضل من السابقة، وبالتالي أكيد بالفترة الحالية بنلاحظ انتعاش بشكل عام بالأسواق الأوروبية. بالنسبة للأسواق البريطانية بنلاحظ العكس، حديث عن احتمال دخولهم في مرحلة ريسيشن أو مرحلة انكماش. والأخبار لليوم في عندنا مؤشر الناتج المحلي الإجمالي التمهيدي، القراءة السابقة كانت 0.9، متوقعة 0.1 بالناقص. وبدنا نراقب طبعا إذا في عندهم مرحلة جمود بالاقتصاد أم لا. على الاقتصاد الكندي على الساعة 3:30 بتوقيت قبرص، أي على 1:30 بتوقيت غرينتش، في عندنا مؤشر السي بي آي أو ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين، طبعا هذا مؤشر تضخم. بنلاحظ انخفاض التضخم أو التوقعات بانخفاض التضخم. القراءة السابقة كانت 0.0%، متوقعة 0.2 بالناقص بالمئة. وبالتأكيد بقاء في الناقص تعطي قراءة لانخفاض التضخم، وبالتالي عدم وجود فرص إضافية لرفع أسعار الفائدة. نهاية اليوم على الاقتصاد الأمريكي على الساعة 5 بتوقيت قبرص، أي على 3 بتوقيت غرينتش، في عنا نيو هوم سيلز أو مبيعات المنازل الجديدة، والقراءة السابقة عند 377 ألف، متوقع ترتفع 10 آلاف وظيفة عند 387 ألف. وطبعا هذا الخبر الوحيد اليوم على الاقتصاد الأمريكي. بشكل عام الحديث والأسواق يعني ما زال هناك مثل ما حكينا بداية علامات تشاؤم بالنسبة للاقتصاد البريطاني وعلامات انتعاش بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. وبالتالي لاحظنا اليورو، إذا نظرنا على التحليل الفني لاحظنا أنه اخترق مناطق ال 134 أو ال 133.80. إذا نظرنا على الشارت، هي كانت قمة سابقة بنهاية شهر 3 المنطقة هاي. وحتى الآن بنلاحظ الارتفاع اليورو، أسعاره الحالية تقع عند 134.30. التوقعات ارتفاعه إلى القمة التي وصل إليها بنهاية شهر 2 من سنة 2012، وهي منطقة 134.90 تقريبا، أو منطقة 135. واختراق لهذه المنطقة بشكل عام راح يعطي قراءات إيجابية على المدى المتوسط لليورو، واحتمال صعود جديد إلى مناطق قريبة من 140 أو حتى 150 على المدى المتوسط أو الطويل. بنلاحظ بشكل عام على تشارت الأسبوعي حركة اليورو ما زالت تتحرك يعني بشكل عام بين مناطق 120 و150. فبالتالي كنا سابقا في منتصف سنة 2012 في مناطق 120، اختراقه للقمة الأخيرة التي انخفض منها عند 134.90 أكيد راح يعطي صعود كبير إلى الأعلى. طبعا بالنسبة للمدى القصير بهمنا نبحث عن نقاط الدعم، وين ممكن نفوت على الأسواق ونشتري. على تشارت الساعة تقريبا راح نتخذ أدنى سعر لليوم كنقطة بدائية، منطقة 133.50 تقريبا. وأهم نقاط التي راح تعطي انعكاس للاتجاه السعودي ما زالت منطقة 32.5، التي كانت هي نقاط الدعم للبضع أيام أو الأسبوعين الماضيين. من أجل عملية شراء سريعة، خلينا نحكي في حال ننتظر انخفاض بسيط، ممكن انتظار انخفاض الزوج إلى مناطق 133.80 بشكل عام كتكون نقطة شراء مبدئية بسيطة على المدى القصير جدا. وأي انخفاض تحت 33.5 راح يعطي انعكاس وأمر إيقاف للمنطقة هاي. حتى الآن بنلاحظ على تشارت ال4 ساعات ابتدأت مؤشرات المومنتوم والام اس دي تعطي قراءات صعودية بعد الاختراق الذي حصل. وبالتالي بنلاحظ على تشارت اليومي ما زلنا ضمن
اتجاه سعودي قوي بهذا الشكل، والأهداف على المدى القصير ما زالت 134 80 القمم اللي أشرنا إليها سابقا. اللي استلينا من مقابل الدولار جهة أخرى بنلاحظ حتى الآن بينخفض. راح ننظر بداية إلى الشارت اليومي، في عنا نقطة مهمة عند منطقة 57.5. كنا نتكلم البارح أنه في عنا منطقتين اللي هي 157.70 وال157.50، ولاحظنا وصوله تقريبا إلى المنطقة هاي إلى الأهداف حتى الآن. أتوقع يكون هناك حركة تصحيحية بسيطة من المنطقة هاي إلى الأعلى، صعوبة اختراق هاي المنطقة، لأنه في حال اخترق النقطة هاي راح يكون انخفاض كبير إلى الأعلى. أول أهداف راح تكون مناطق 56.30 أو 56.40 تقريبا. بالنسبة للحركة التصحيحية، خلونا نشوف تشارت الساعة، ومنلاحظ عند الأسعار الحالية أو القمم الحالية هي أصلا كانت أدنى سعر ل 24 واحد البارحة الساعة 10 صباحا قبل ما يخترق أو ينخفض بشكل كبير، فبالتالي ممكن يتوقف عن الصعود عند النقطة هاي، ولكن أتوقع يصعد قليلا إلى الأعلى إلى مناطق ال 58 ونصف وإلى مناطق ال 58 90 وكحد أقصى إلى مناطق ال 159 50. أي صعود فوق ال 59 50 راح يعطي انتهاء للاتجاه النزولي اللي احنا شايفينه بهذا الشكل، وبيبتدأ حركة صعودية إلى الأعلى بشكل قوي. بشكل عام في حال كان في عندنا مراكز شراء قريبة من مناطق ال 57 ونصف، ممكن ننظر إلى أهداف قريبة من 58 ونصف أو 58 90، أو حتى مراقبة القمم الحالية اللي احنا شايفينها، اللي هي مثل ما حكينا النقاط التي كانت نقاط دعم البارحة صباحا والتي اخترقها أيضا البارحة صباحا تقريبا في تقريبا الساعة الثالثة بعد الظهر، خلينا نحكي تقريبا، وحتى الآن صعد إلى نفس النقاط. هل سيستطيع اختراق 58 20 ويكمل الحركة التصحيحية إلى الأهداف التي تكلمنا عنها؟ بدنا نراقب طبعا. بالنسبة للمؤشرات طبعا ما زالت على الأربع ساعات مثل ما احنا شايفين تعطي قراءات سلبية، نفس الشيء على الشارت اليومي، فبالتالي بننتظر مثل ما حكينا صعود فوق التسعة وخمسين خمسينات النقطة اللي احنا شايفينها على الشارت لاختراقها حتى يعطي فرص إيجابية أو قراءة إيجابية للصعود. في حال بقي تحتها راح يظل الاتجاه العام اتجاه نزولي، وممكن يصل على المستوى المتوسط إلى مناطق 152 أو 153. بالنسبة للدولار مقابل الين، ننظر إليه بداية على المدى القصير، ومنلاحظ طبعا اختراقه للقمم السابقة عند مناطق 90.15 تقريبا، حتى الآن يتراوح عند 90.83. النقاط التصحيحية لم تصل أكثر من 88 في قبل يومين، وطبعا حتى الآن ما زال اتجاه قوي إلى الأعلى. نلاحظ طبعا لا يوجد أهداف على تشارت الأربع ساعات ولا حتى على تشارت اليومي، فبالتالي بنضطر نبحث عن أعلى أسعار سابقة وصل إليها على تشارت الأسبوعي. حاليا في عنا الأسبوع الذي حصل بفترة 20/6، كان عنا أعلى سعر عند 91.47، فبالتالي راح يكون هذا أول هدف، يليه طبعا الأسبوع الذي يليه اللي من 13/6 إلى 20/6 كان أعلى سعر 92.10، ومن ثم يليه أسبوع 30/5 وأعلى سعر كان 92.90 أو 92.87. فبنلاحظ طبعا أهدافنا على الين بهذا الشكل، بداية 91.47 92 92 90. طبعا بيعتمد كل مستثمر حسب وين بيبحث عن أهداف أو بينتظر وصول الأهداف. أي أتوقع احتمال كبير نشوف ال 92 وال 92 90 في حال بقي ضمن اتجاه صعودي، وأكيد في حال بقي صامدا فوق نقاط الدعم. بالنسبة لنقاط الدعم، راح ناخذ منطقة ال 90.15 كنقطة أولى، اللي هي أصلا كانت نقاط مقاومة حاول عدة مرات في الأيام الماضية اختراقها، واستطاع أنه يخترقها البارح مساء،
هاي راح تكون أول نقطة دعم. ثاني نقطة دعم راح تكون مناطق 89 25 تقريبا تتبعها 88 70. بين المنطقة هاي أكيد ممكن نبحث عن نقاط دعم، في عنا مناطق بسيطة عند 89 80 89 70، ولكن بشكل عام على ما يبدو أنها نقاط ضعيفة نوعا ما غير مهمة، فبالتالي حاليا فقط نبحث عن النقاط الأقوى حتى تأكد لنا الاتجاه الصعودي. لاحظ طبعا المؤشرات تدعم الاتجاه الصعودي على تشارت الـ30 دقيقة وعلى تشارت الساعة وعلى تشارت الـ4 ساعات ونفس الشيء على تشارت اليومي، فبالتالي ما زلنا ضمن اتجاه قوي على الين مثل ما احنا شايفين إلى الأعلى، مع احتمال الوصول إلى أهداف 92 أو 92 90. نهاية للعملات الرئيسية بالنسبة للسويس المقابل الدولار، كنا نتحدث عن نقاط دعم عند 92 75، لاحظنا اخترقها الآن، مفروض على الأقل يعمل له إغلاق لمدة ساعة تقريبا. الساعة الحالية على ما يبدو أنه هو يتراوح تحتها، ولكن ننتظر إغلاق أدنى هذه النقاط حتى يأكد لنا الانخفاض. بشكل عام الاتجاه الأغلب اتجاه نزولي، أول نقاط أهداف هي 92 20 تتبعها 91 75 أو 91 80 تقريبا، نهاية مناطق 91 10 كأهداف. في حال طبعا أكيد بقي صامدا أو عمل إغلاقات تحت 92 70 وبقي صامدا تحت 93 25 أو 93 30، بالتأكيد الأهداف أو أوامر الإيقاف راح تكون أعلى فوق المناطق هاي. أكيد يعني مفروض يتبع يلحق اليورو، ولكن لاحظنا حركات أو اختراقات مهمة للعملات المتقاطعة على المدى المتوسط، فعم نلاحظ بعض العملات تتجه باتجاه صعودي وبعضها باتجاه نزولي، أكيد هذا تأثيره العملات المتقاطعة، وأكيد أيضا اختلافات بالأوضاع الاقتصادية بين الدول التي من نفس المنطقة. بنلاحظ طبعا على الشارت اليومي الاتجاه النزولي على الدولار مقابل السويسي ما زال صامد، بعد ما وصل إلى مناطق 90 80 عمل حركة صعودية وصلت إلى 93 90، هي نفسها قمة سابقة، فشل يخترق هذه النقطة وحتى الآن بيحاول الانخفاض إلى الأسفل. توقع هناك احتمال لإكمال الاتجاه النزولي بهذا الشكل على المدى المتوسط، يتبع اليورو ويتجه إلى أدنى أسعار وصل إليها من تاريخ شهر 4 ومن تاريخ شهر 2، وهي تقع عند مناطق 89 30 تقريبا. بعد طبعا في عنا أهداف عديدة، في عنا 90 40 89 90 و 89 40 على المدى المتوسط. بالنسبة للنفط وأيضا نلاحظ ترند قوي من بداية شهر 12 سنة 2012 حتى الآن، الحركة التصحيحية التي حصلت قبل يومين كانت فرص جيدة للشراء عند القمم السابقة، راح نروح على تشارت الـ4 ساعات حتى نوضحها. بنلاحظ في عندنا قمم سابقة حاول عدة مرات اختراقها واستطاع اختراقها بـ17/1، وبـ23/1 انخفض مرة أخرى إلى قريبا من هاي النقاط، ومن المفروض يكمل الاتجاه الصعودي. حتى الآن نقاط الدعم الأولى تقع عند مناطق قريبة من 95/70، لاحظنا أيضا لم يستطع الانخفاض تحت 95/75 اليوم، وبالتالي ابتدأ بالصعود، كانت فرص جيدة للشراء. الأهداف طبعا نتوقع ارتفاعه إلى مناطق 86 تسعينات إلى القمم السابقة وبقاءه ضمن القناة السعودية بهذا الشكل، وطبعا بعد اختراقه القمم من المتوقع أنه يكتمل باتجاه صعودي ليحاول الوصول إلى أهداف أخرى مثل 97 60 و 98 60، وعندنا أهداف عند 170. طبعا الأهداف هاي بنلاحظها على الشارت اليومي وتعد أعلى أسعار سابقة وصل إليها في خلينا نحكي
اتخذنا أعلى سعر ل 18.9 وهو قريب من 97.5، ثم اتخذنا مناطق أو حتى مناطق 98.70، لا يبدو أنها نقاط مهمة على تشارت. راح نأخذ أهداف قريبة من مناطق 170 اللي هي أعلى أسعار وصل إليها خلال السنة الماضية، منتصف السنة الماضية. أي اختراق بالتأكيد تحت مناطق 94.90 راح يعطينا انعكاس للاتجاه الصعودي مع بداية لحركة تصحيحية إلى الأسفل، أتوقع أنه تصل إلى مناطق 90.50. طبعا هذا على المستوى المدى المتوسط على الشارت، وبقاءه ضمن خط الاتجاه الصعودي أكيد راح يبقينا ضمن اتجاه صعودي حتى نصل إلى مناطق 100 أو ممكن اختراقها، لا نعرف. بالنسبة للذهب، آخر شيء راح نحلل اليوم، وعلى تشارت الساعة بداية لاحظنا انخفاضه إلى مناطق الستينات، الأهداف التي تكلمنا عنها امبارحة مناطق 66، حتى انخفض تقريبا إلى مناطق 63، وهي أيضا تعد أدنى أسعار وصل إليها في 14.1 تقريبا مثل ما احنا شايفين على تشارت. احتمال إكمال الاتجاه النزولي إلى الأسفل في حال بقيت أول نقطة مقاومة صامدة وهي 1674. في حال بقيت تحتها راح نبحث عن انخفاض أكثر لمناطق 1652 كهدف أول وال 1643 كهدف ثاني. إنما في حال اخترق مناطق ال 1674 تقريبا أو ال 75، الاحتمال إكمال الاتجاه الصعودي مرة أخرى إلى مناطق ال 1695، طبعا بعد اختراق ال 1683 تقريبا، وهي النقاط التي ابتدأ منها البارحة يتسارع بعملية النزول وابتدأت عندها دخول كميات الشراء القوية. بنلاحظ مؤشرات 4 ساعات تعطي قراءة نزولية على ال ام اس دي ومؤشر المومنتوم. على مؤشر الساعة بنلاحظ حركة تصحيحية بسيطة وتفريغ لحدة البيع، وعلى اليوم ما زلنا ضمن اتجاه صعودي ولكن ابتدأ يضعف. أكيد انخفاضه تحت مناطق الستينات راح يأكد لنا الانخفاض ويزيد من التأكيد على المؤشرات ويبدأ بالحركة النزولية. بشكل عام مثل ما احنا شايفين على المدى الطويل ما زلنا ضمن اتجاه نزولي، او خلينا نحكي المدى المتوسط وليس الطويل، ما زلنا ضمن اتجاه نزولي. اي ارتفاع فوق مناطق ال 695 وال 700 راح يعطي انعكاس وصعود الى الاعلى. فبالتالي بنلاحظ الذهب بيتحرك بشكل نزولي، اليورو بيتحرك بشكل صعودي، الاسترليني بيتحرك بشكل نزولي. اتوقع اي حركة مؤقتة خلال الاسبوعين القادمين راح نبحث عن اتجاه واضح للعملات كاملة. طبعا كان هذا التحليل للعملات الرئيسية والسلع مقدم من شركة ويندزور. شكرا للمتابعة، نتمنى تجارة موفقة.